عايز اروح بقى سريعا لاتكلم على قرعه كاس الامم الافريقيه، واقدر اقول ان هي قرعه مناسبه جدا لمصر. يعني معانا في المجموعه الثانيه غانا وكاب فيردي وموزمبيق، وهيتاهل الاول والثاني في مع افضل التوالت. يعني فرصتنا في التاهل كبيره جدا، ما فيهاش اي مشكله مع منتخب غانا. اكيد مطلوب اننا ناخد الامور بجديه اكثر من دلوقتي عشان ما نسمعش مره ثانيه ان التاهل للنهائي او قبل النهائي انجاز. احنا عايزين نلعب على البطوله. منتخب مصر يا جماعه لما بلعب بطوله انا عايز اخد البطوله، انا صاحب الرقم القياسي. فوز بالبطوله، فوزنا بالبطوله 7 مرات، يعني تاريخ كبير. وما ينفعش ان المنتخب بافضل اللعيبه اللي عنده دي يعني باللعيبه المميزه الموجوده في منتخب مصر والسكواد الموجود ده افضل غايب عن اللقب الافريقي من عام 2010 لحد دلوقتي، خاصه ان الفتره دي معاك زي ما قلنا محترفين من العيار الثقيل في كبرى دوريات اوروبا وامور يعني كتير جدا. يعني نهواند اعتقد القوام اللي احنا بنتكلم عليه والقوام الاساسي للمنتخب المصري اعتقد هو اللي بيدي لك الافضليه، هو ده اللي بيرفع عندنا التطلعات ان احنا نطلب الاداء الافضل من منتخب مصر. هي دي النقطه فعلا، بتفق معاك جدا. بص، على كل حال احنا عايزين يعني ناخد مزيد كمان من التفاصيل. احنا معانا الاستاذ رامي رجب على التليفون الناقد الرياضي. يا استاذ رامي، صباح الهنا. بصبح عليك انا وفاروق طبعا في البدايه. يا استاذ نواند صباح خير يا استاذ فاروق، صباح خير على كل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني انا مش عارفه حضرتك تابعت النقاش بيني وبين فاروق، النقاش ده يعني نقاش بيعبر عن برضو حالات موجودة في الشارع المصري، اللي هو ليه المنتخب أو كل مرة بنقول نفسنا نبقى أفضل. طب هل المنتخب يعني الفترة اللي جاية هيقدر إن هو يظهر بصورة أفضل من كده؟ هل إحنا منتظرين تركيز أكتر، ولا القصة إن مفيش كيمستري، ولا القصة إن لسه بدري على الحكم؟ يعني حاجات كتيرة بتدور في أذهان المصريين. لكن خليني أسأل حضرتك بداية، وقبل ما أخش على المجموعة بتاعتنا، خليني أروح لماتش زامبيا. وحضرتك شفت هل احنا فعلا بعد ماتش زامبيا قدرنا نحصل على اللي احنا عايزينه زي ما بيتقال كده من المباراه؟ في نفس الوقت توقعاتك لمباراه يعني الجزائر بالسكواد اللي عندهم، واكيد كمان مقابله السكواد اللي احنا عندنا. اتفضل يا فندم. تمام، في البدايه خلينا نقول يهم الجمهور المصري وكل الجماهير المصريه ان يشوف كره حلوه. صحيح، الكره الحلوه مع المنتخب المصري في الفتره اللي فاتت مش موجوده. تفاءلنا خيرا بفيكتوريا خلال منذ تولى المهمه مع المنتخب، حقق العلامة الكاملة في جميع مباريات المنتخب المصري باستثناء مباراة تونس اللي خسرناها ب3 أهداف، وكانت يمكن كان فيها أزمة وقتها، وكانت تتكلموا على لعيبة الأهلي بعد المباراة بعد الخسارة. ولكن في النهاية مباراة زامبيا، مش شايف المباراة إن المستوى الفني لمنتخب مصر بحجم اللعيبة اللي موجودة إن هو ده الأداء اللي إحنا كنا منتظرينه من منتخب مصر. يمكن كان هيبقى فيه انتقادات كبيرة جدا 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 لروي فيتوريا لو حالة التعادل مع في هذه المباراة. يمكن رأسيه حمدي فتحي اللي احرز هدف في مباراه زامبيا لانقاذ دروي بوتيرا والجهاز الفني من انتقادات كبيره جدا جدا جدا. الاداء حتى هذه اللحظه يا استاذ نواند يا استاذ لسه مش الاداء اللي احنا منتظرينه من منتخب مصر بحجم اللعيبه اللي موجوده فيه، بحجم المحترفين، بحجم عدد كبير جدا من المحترفين اللي موجودين في منتخب مصر. اسم منتخب مصر كبير جدا. هدفنا الاول والاخير هو الحصول على بطوله الامم الافريقيه، هدفنا الاول والاخير هو الوصول لكاس العالم. دي كلها امنيات مش هتتحقق الا بمجهود وروح جميع لاعبي المنتخب المصري. اتكلمتوا على 2006 و2008 و2010 ليه منتخب مصر حصل على البطوله في الثلاث نسخ دولت المتتاليات. كان اول انجاز اللي احنا ان المنتخب يحصل على بطوله 3 مرات متتاليه، لان كان في روح للمنتخب. كل اللعيبه اللي كانت بتلعب في المباراه المنتخب في الفتره دي كان عندها روح كبير جدا جدا ان هم يحققوا حاجه لاسم منتخب مصر. دي مش متواجده، انا شايفها مش موجوده شويه في عدد كبير من اللاعبين اللي موجودين مع المنتخب المصري. اتمنى طبعا اللي احنا يعني يكون مباراه زامبيا يعني تخلينا يعني تبقى تدينا روح كبيره جدا ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه قدام مباراه الجزائر. واعتقد بنسبه كبيره جدا ان مباراه الجزائر تختلف تماما عن مباراه زامبيا. السكواد واللعيبه اللي موجوده في المنتخب الجزائري بجمال بالماضي المدير الفني عندهم مجموعه مهمه جدا جدا من اللعيبه، واعتقد مباراه الجزائر هتبقى انا معتبرها الاختبار الحقيقي لروي فيتوريا. احنا لعبنا مباراه مع روي فيتوريا صعبه، ابرزها طبعا مباراه بلجيكا، وقدر يحقق المنتخب المصري الفوز في هذه المباراه. وانا بعتبر الاختبار الحقيقي لروي فيتوريا واللعيبه مباراه الجزائر هي اللي هتبقى مهمه جدا جدا، ولازم المنتخب المصري يصالح جماهير الكره المصريه، لازم يقدم مستويات رائعه في هذه المباراة، لازم نحقق نتيجة إيجابية. طبعا مباراة شمال أفريقيا
من المنتخبات طبعا، منتخب الجزائر، منتخب المغرب، منتخب تونس، منتخب ليبيا، تبقى مباريات صعبه جدا جدا ليها طابع خاص للكره المصريه. اتمنى روي فيتوريا ان شاء الله واللعيبه اهم حاجه ان هم فعلا يقدموا لنا كره كويسه ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه. مهم جدا 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 المنتخب المصري يقدر يفوز في هذه المباراه عشان تدي له دافع معنوي جاي. احنا عندنا تصفيات كاس العالم الشهر اللي جاي، لازم ان شاء الله اللي نقدر عشان يبقى في ثقه كبيره ما بين اللعيبه المصريه ومن لعيبه المنتخب المصري والجماهير المصريه، ما بين روي فيتوريا والجماهير المصريه. روي فيتوريا لو اتكلمنا عليه اكيد مدرب كويس جدا عنده فكر، ولكن في النهايه انا يهمني انا كمشجع او كناقد رياضي او كمحلل او ان انا اشوف كوره كويسه للمنتخب المصري ونشوف نفس الوقت نحقق نتائج ايجابيه. في ناس كتير انتقدت كيروش رغم ان هو وصل لنهائي بطوله الامم الافريقيه، رغم ان هو وصل في مباراه السنغال وخسرناها وما صعدناش كاس العالم، ولكن في النهايه الراجل كان يعتبر مع منتخب مصر نجح، ولكن كان بينول انتقادات كبيره جدا ان الاداء منتخب مصر مش هو اللي على مرام، وكان في تحفظ كبير جدا على اداء المنتخب ان هو مش ما بيلعبش كره هجوميه. اتمنى ان شاء الله اللي احنا ان لعيبه المنتخب المصري، اتمنى روي فيتوريا ان يعني الكلام ده كويس جدا جدا جدا، عشان في النهايه احنا روي فيتوريا مدير فني المنتخب المصري الحاصل على بطوله الامم الافريقيه، اكثر المنتخبات حصولا على بطوله الامم الافريقيه. عندنا مجموعه مهمه من اللعيبه سواء المحليه او المحترفين، اعتقد كل المراكز اللي موجوده في المنتخب المصري ما فيش مركز في نقص فيه او في ازمه فيه، باستثناء ممكن يكون مركز او حاجه ان في قلب الدفاع، ان ما فيش عدد وافر من اللعيبه المتاحه الكتيره في هذا المركز، ولكن في النهايه من بدايه حراس المرمى لحد راس الحربه اعتقد عندنا اللاعب الاساسي واللاعب البديل على قوه اللاعب الاساسي. واتمنى طبعا لمنتخبنا التوفيق في مباراه الجزائر، واعتقد فوز منتخب مصر على منتخب الجزائر هيصالح يعتبر هتبقى يعني ايه هيصالح ما بين هيبقى في مصالحه كده ما بين فيتوريا واللعيبه ومن الجماهير، وهيدي تفاؤل بقى للي جاي يعني. صحيح. باذن الله طبعا 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 هي مباراه صعبه يعني، مش عاوزين نحمل اللعيبه، ولكن ده لازم المباراه دي اختبار حقيقي لبطوله الامم الافريقيه. يا استاذ رامي لو تسمح لي اقول حاجه هنا، يعني مع احترامي طبعا لمنتخبات يعني المنتخبات المختلفه، لكن مباراه صعبه دي احنا زمان ما كناش بنسمعها تحديدا في الفترات بتاعتنا اللي هي الافضل، لو احنا ذكرنا 6 و8 و10 يعني ما كانش في الكلام ده، وكانت مصر بتفوز بسهوله. انا دلوقتي بشوف ايه؟ بشوف ان انا مش عارف افوز، ولو فزت بفوز بصعوبه جدا. ما هو ده بقى اللي يحزن، يعني انا مش هحزن لو بطوله راحت مني، على قد ما هحزن ان انا المشوار بتاع البطوله بتاعي سيء جدا ومتراجع جدا. الناس بتتطور، انا في الكوره برجع لورا، فده اللي بيضايق، هي دي النقطه تحديدا. خلي بالك الجماهير المصريه استاذ هوان هي عاوزه الكوره تستمتع بيها. احنا ممكن منتخب مصر يخسر مباراه، ولكن الناس بتطلع تسقف للمدير الفني واللعيبه، وفي اوقات كتيره انت بتفوزي فيها والاداء غير مرضي. ده اللي مسيطر على اداء المنتخب المصري خلال الفتره اللي فاتت دي. فالجماهير المصريه بحجم اللعيبه اللي موجوده، بحجم اللعيبه المحليه، بحجم اللعيبه المحترفه، محتاجه تشوف اداء كويس، عاوزه تستمتع بالكوره، عاوزه تستمتع باداء منتخب مصر. وده ده ده اقل حاجه ان المجموعه او المجموعه اللي موجوده زي ما بقول لك كده يا استاذه نوال، المجموعه اللي موجوده، لا بنتكلم على مجموعه مهمه جدا جدا في المنتخب المصري، وعندنا دقه البدلاء دلوقتي حتى في المنتخب بقت قويه. خلينا نقول انت ساعات ممكن في بعض المراكز دلوقتي مش عارفه مين اللي هيبدا ومش مين اللي هيبدا، في عناصر اساسيه محافظه على وجودها في المنتخب المصري، ولكن في مراكز كثيره جدا. طب هيلعب بالناحيه دي بمين وهيلعب من ناحيه، في خمس ست لعيبه حافظين على يعني على القوام الاساسي للمنتخب المصري، وده بياكد ان احنا عندنا مجموعه من اللعيبه. ده كله ما يهمناش بقدر ان فعلا اللعيبه دي تنزل ارض الملعب تقدم لنا الاداء المنتظر. صح. وتقدم لنا النتيجه دي. احنا ممكن نخسر من الجزائر، ولكن احنا ممكن كلنا نسقف لمنتخب مصر عمل اللي عليه، لعب بطريقه هجوميه، اضاع اكثر من فرصه، وفي نفس الوقت انت ممكن تفوز على منتخب زامبيا وفزنا، ولكن الاداء الناس مش راضيه عن اداء المنتخب المصري. لابد ان يكون اداء منتخب مصر في كل المباريات سواء كانت وديه او رسميه فعلا تاكد ان المنتخب المصري يسير بخطوه ثابته. وانا بقول مباراه الجزائر صعبه ليه؟ مش مباراه الجزائر اللي احنا ان هم افضل مننا، ولكن كمجموعه من اللعيبه فعلا هي مباراه صعبه، ولكن في النهايه منتخب مصر لو قدر يفوز في هذه المباراه، لو قدر يقدم المستويات بتاعته، قدر يبقى في روح في هذه المباراه، اعتقد ان شاء الله باذن الله يكون الحليف
المنتخب يكون حليف الفوز في هذه المباراه، وهي هي مباراه في الاول وفي الاخر هي مباراه وديه، وهي تبقى اختبار حقيقي. النتيجه مش هتهمنا في حاجه، ولكن هتهمنا كاداء هيبقى مؤشر للمنتخب المصري. اما الجماهير المصريه يبقى عندها قلق لو قدر الله ما قدمش اداء كويس وخسرت هذه المباراه، هيبقى عندنا عدم تفاؤل، وده هتاثر وتسيطر على الجهاز الفني، هيبقى عليه ضغوط كبيره جدا جدا جدا. واللعيبه نفس الامر، لو فزنا وقدمنا اداء كويس الضغوط مش هتبقى موجوده زي قبل الفتره اللي فاتت دي، وخاصه بعد خساره تونس. يعني خساره تونس بثلاثيه دي كانت عامله قلق كبير جدا جدا الجهاز الفني وروي بوتوريا، وكان زعلان جدا من الخساره، وشايف ان انتقادات كبيره جدا جدا من كل الجماهير المصريه لاداء المنتخب وتراجع الاداء، والناس اتكلمت ان كان اول اختبار حقيقي للمنتخب ونخسر فيه باستثناء طبعا مباراه بلجيكا. فاتمنى طبعا يعني هي انا بالنسبه لمباراه الجزائر هي محطه مهمه جدا جدا للمنتخب ان هو يقدر يثبت فيها ويرد على كل الناس ويقول لا منتخب مصر يقدر ان شاء الله انه يوصل لبطوله نهائي بطوله الامم الافريقيه، يوصل لكاس العالم، ويوصل ان شاء الله اللي يحصد بطوله الامم الافريقيه. استاذ رامي بصب عليك وعايز اسالك على قرعه كاس الامم الافريقيه، شايف يعني مجموعه مصر، مصر مع غانا مع كاب فيردي مع موزمبيق، هل الامور محسومه بالنسبه للمنتخب المصري مع المنتخب الغاني؟ ما ننساش ان كاب فيردي وموزمبيق برضو يعني الكره في افريقيا بتتغير، شايف القرعه ازاي؟ شايف فرصنا في مش هقول في المجموعه، انا شايف فرصنا في البطوله ازاي؟ طبعا احنا بنتكلم لو اتكلمنا في المجموعه فاروق، المجموعه الحمد لله بالنسبه لنا مجموعه متوازنه مع مجموعه معتدله، الامور ان شاء الله حسمت للمنتخب المصري بشكل كبير جدا ان انت تصعد في دور ال 16. ما اعتقد هي مباراه غانا هي هتبقى اصعب مباراه بالنسبه لنا، المباراتين الراس الاخضر او موزمبيق ان شاء الله مباراتين بالنسبه في المتناول بالنسبه للمنتخب المصري، واعتقد هي مباراه اول مباراه البدايات دايما صعبه، البدايات دايما صعبه. مباراة منتخب مصر وموزمبيق انا بعتبرها هي اول مباراة للمنتخب، ولكن هي عنق الزجاجة للمنتخب المصري في حالة لا قدر الله يعني ما قدرتش تفوز هذه المباراة، انت تاني مباراة هتقابل غانا، يعني هتحط نفسك في موقف صعب جدا جدا صح. جدا جدا. فالبدايات دايما في كل البطولات المجمعة بتبقى صعبة، لابد منتخب مصر ان نقدر الحمد لله ان شاء الله باذن الله يقدر يفوز على منتخب موزمبيق وعنده واخد ثلاث نقاط، هتبقى مباراة غانا اسهل بالنسبه له، اللي انت هتبقى داخل مستريح نفسيا والضغوط اللي عليك مش 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 كبيره جدا. انما في المجمل منتخب مصر ان شاء الله المجموعات صعبه، طبعا انت هتقابل في منتخبات قويه جدا في 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 البطوله، عندك كوت ديفوار صاحبه الارض، نيجيريا، السنغال، الكاميرون، الجزائر، تونس، المغرب، دي كلها منتخبات قويه مرشحه لنهائي بطوله الامم الافريقيه. احنا هناخدها خطوه خطوه ان شاء الله. منتخب مصر في البدايات موزمبيق قدرنا نفوز فيها، باذن الله نقدر نحقق نتائج ايجابيه مع غانا، وهتبقى اخر مباراه بالنسبه لنا مباراه الراس الاخضر، كلها مباريات هناخدها تدريجي كده، ولكن زي ما قلت لك لازم اول مباراه نقدر يعني المباراه الاولانيه كمان بيبقى لها انطباع خاص حتى لجميع المنتخبات، تقدر تفوز بنتيجه ايجابيه ونتيجه عاليه على منتخب موزمبيق، ده هيريحك وهتدي خوف وهتدي مؤشر لجميع المنتخبات ان منتخب مصر قوي. فبالتالي البدايه بالنسبه لنا منتخب مصر بدايه تبقى مهمه جدا جدا جدا، واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني اتمنى لمنتخبنا، احنا وصلنا للنهائي البطوله اللي فاتت وخسرنا من السنغال، اتمنى لمنتخبنا ان شاء الله انه يوصل وناخدها خطوه خطوه وباذن الله. ولابد اللي انت في البدايه تحط هدف روي بوتوريا انه يصعد اول مجموعه، صعودك تاني او تالت لا قدر الله او اختلق من احسن توالك، ده هيديك يعني هيخليك تقابل في منتخبات قويه، وهتبقى فرصتك صعبه ان انت تكمل مشوار في البطوله. تمام، كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب. تحليل اكثر من رائع، نشكرك عليه الناقد الرياضي رامي رجب، شكرا.